واقع سياسي ألقى ظلاله على اقتصاد أنهكته الحروب وذهاب نفط الجنوب. أما البديل فهو التقشف ورفع الدعم عن المحروقات، والذي فاقم من الضائقة المعيشية لمواطن أضحى يتأرجح بين مرارة الماثل ونزول القادم. سبأ سيف الدين، الخرطوم. في غضون تمردات مسلحة يغويها من يغويها باجتناب المفاوضات، ومعارضة لا تجتمع إلا لتردد وبكى بعضي على بعض معي، وحكم فوق كل هؤلاء يواجه جفوة الكبار، تستمر معاناة السودانيين بين رمادية الراهن وانسداد الأفق. سبأ سيف الدين، الغدو العربي، الخرطوم. في غضون تمردات مسلحة يغويها من يغويها باجتناب المفاوضات، ومعارضة لا تجتمع إلا لتردد وبكى بعضي على بعضي معي، وحكم فوق كل هؤلاء يواجه جفوة الكبار، تستمر معاناة السودانيين بين رمادية الراهن وانسداد الأفق. سبأ سيف الدين، الغدو العربي، الخرطوم.